السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد الأرق اضطرابا شائعا في النوم، يجعل المعاني مستيقظا أغلب فترات الليل، مما ينعكس سلبا على مزاج وأداء الشخص طيلة يومه. ومن الأسباب البارزة لهذا الاضطراب نجد التوتر أو بعض السلوكيات أثناء الليل كتصفح شاشة الهاتف لمدة طويلة. من أجل هذا، فبالإضافة لتحسين العادات قبل الخلود للفراش، فهناك عدد من الأغذية التي تعمل على تقليل إلى التخلص نهائيا من الأرق. وفي سياق موضوعنا، فإن جوزة الطيب إحداها، وذلك لتركيبتها الغنية بالمغنيسيوم الذي يسهم في تهدئة التوتر العصبي وتحفيز إفراز السيروتونين الناقل العصبي المسؤول عن الاسترخاء ودورات النوم. ولكن بالإضافة للمعدن الحيوي، فقد أشادت دراسة مخبرية نشرت بالمجلة الدولية للعلوم الجزيئية بالمركبات المتطايرة لزيت بذور الجوزة التي تعمل كذلك على مقاومة الأرق. ومن هنا، فإن إضافتك لمبشور الجوزة للطعام أثناء طهوه من شأنه الإسهام في تحسين جودة النوم لديك. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومة حول جوزة الطيب. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.